عندما يغدر بك أحدهم تتألم، ولكن حين يغدر الصديق يكون الألم غير محتمل، فكيف يغدر من تعتبره جزءا منك؟ شاب جزائري قصته تبكي الحجر، ضاق المر من غدر أصحابه وخسر بصره إثر ذلك، كما تشوه وجهه. صهيب شاب جزائري يبلغ من العمر 20 عاما، استدرجه أصدقاؤه ليلا إلى مكان قريب من منزله بحجة شرب كأس قهوة، ثم سكبوا عليه سائل كيميائي، ماء النار ومادة أخرى في وجهه وعينه، وتركوه يتخبط في الأرض ويصرخ. تأكل لحمه وتغير لون عينيه من البني إلى الأخضر بسبب الأسيد، واليوم صهيب لا يرى أي شيء. ظهر صهيب في برنامج احكي حكايتك وتحدث عما حصل معه، ولم يستطع تمالك نفسه وأجهش بالبكاء أثناء حديثه وهو يشكو: صاحبي غدر بي ورجع لي حياتي ظلمة. وانتشرت قصته عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر بين استنكار كبير ودهشة لما حصل له وغضب كبير. طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على المجرمين الذين شوهوا صهيب وسرقوا منه نظره، وثارت قصته موجة كبيرة من التعاطف. وعلقت إيمان: تصح ما فهمتش حاجة، العدالة وين؟ هذه جناية ومحاولة قتل. وكتبت تقوى: حسبي الله ونعم الوكيل، يعني انعدمة الإنسانية وين توصل إنه يحرموه من أغلى نعمة؟ والله لشيء ينفطر للقلب، ربي يسخر له ناس الخير وينزل عليه شفاءه. وعلقت حياة: يعجز اللسان على التعبير، يبكي بحرقة قد تعلي قلبي، بربي دموعك ما يروحوش باطل، ربي حنين كريم. وأنتم متابعينا، ما هو رد فعلكم على قصة صهيب؟ اخبروني في التعليقات.